السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ بهذا المثال عملية يعني رسم هذا الحامل. هذا حامل بسيط، يعني بسيط جدا، ممكن يتنفذ بمكاين الليزر أو بالراوتر أيضا ممكن يتنفذ. حامل لطيف وممكن أن يعني ينتج من المنزل ويتسوق، ويعني بجمالية. هذا يتكون من قطعتين، هذه القطعة الرئيسية وهذه القطعة الثانوية اللي تقعد بيها الـ يعني الـ خلينا نقول النبتة، أو إحنا هذا نسميه سندانة أو الأصيص يمكن يسمى بالمصري. طيب راح أنفذه، وراح ابتداء من اليوم راح أحول الأرت كام من الستاندرد إلى الكلاسيك، تمهيد للانتقال إلى مرحلة التحول إلى الأرت كام 18 إن شاء الله. يعني من بداية رمضان راح أبدي أحول إلى الأرت كام 18 وأبدي أشتغل عليه، وزائدا كل الأمثلة اللي سويتها بالسابق هي راح يعني أخزنها أيضا بفورمات 18 أرت كام 18 للي يحب يستفيد منها. طيب فاللي عندهم الارت كام 11 ممكن يحولون ببساطه ويندوز، يروحون ويخلون يحولون من الريسيت لاي اوت الى الكلاسيك، هذا اللي تشوفوه قدامكم. طيب هسه راح نرسم ونفترض ارقام يعني معينه، وحاولوا يعني تتواصلون وياي. طيب هسه احنا شغلنا بالبدايه راح يكون كله بالفيكتور اللي هو هذا، واللي هذه الاداه اللي هي اللي أداة الرسم الرئيسية. هسه راح ناخذ دائرة، وراح نفترض أنه احنا عندنا الأصيص قطره راح يكون 10 سنتيم اللي هو هذا، القطر الداخلي 10 سنتيم أو 100 مليم. طيب نقول له بريفيو، وهذا راح يكون الشكل الداخلي اللي بالأصيص. طيب القطر الخارجي راح يكون عبارة عن مجموعة حلقات، فاحنا مثل ما تعلمنا بالمره اللي فاتت هسه هذا نطلع من عنده ونجي نرسم دائره حول الشكل. هسه انا اريد بس تنتبهون الى هذه الشغله، انا هنا راح بالاكس والواي راح اخلي الاكس صفر حتى اتاكد ان الخط بالمنتصف، والواي احنا هذه اعتبرنا دائره 150، اذا نصفها نصف ال 150 هي 75، فراح اختار هنا ايضا 75 70 العفو 70 العفو 100 كانت، فراح اختار 50 50، والقطر راح يكون 30. طيب نقول بريفيو اوكي. هسه نجي نطلع من هذا ايضا ونختار اداه السلكت، هذا نقول له خلينا اياه بالتوسيط، التوسيط اللي هو ايضا من فيكتور، او نخليه هنا أنا يعني نقول له 0 0، هذه 0 وهذه 0 الاكس والواي، نقول له ابلاي، هذه صارت 0 0، هذه راح تكون 50. الحقيقة هي هذه كانت المفروض إذا 100، أنا نعم 150 100. أوكي نقول له أبلاي، نعم صعدت للمية، يعني هذا كان نصف القطر مالته 100 إحنا اللي اختاريناه. طيب نقول له أبلاي ونطلع من عنده. هسه نجي نتأكد إنه الدائرة كانت كم، نصف قطر، نعم راديوس مو دايمتر، يعني نصف قطر إحنا اللي اختاريناه. طيب يعني هاي صار قطرها 200 مليم او 20 سنتيم، هذه الابعاد انت يعني تقدر تغيرها، الفايل راح يكون موجود عندك. طيب هسه نرجع نقول هذا احنا نختار له بلوك كوبي روتيت اللي هي هذه، نقول له روتيت ونقول له من المركز 0 0 اقلب لنا اياه، يعني نخمن حوالي نقول 9، والمسافة بحدود ال يعني خلينا نقول 20 25، خلينا نجرب ايش راح يصير. لا نزيد المسافة كنترول زد، نسويها 40، نقول له ابلاي، نقللها شوية نقول له 30،
وهذه كنترول زد ابلاي. نعم هيجي ونزيد هذه نسويها يعني بعد تتحمل ثلاثة يعني 12 كنترول زد يعني هاي 12. اوكي ابلاي. اوكي هسه صارت مضبوطة. هسه ايش راح نجي نسوي؟ هذه كلها احنا مختاريها طبعا. راح نجي نقول له ويلد ايضا موجودة بالفيكتور اللي هي الأداة لا هذا من هنا المرج اللي هي هذه ويلد. بس انا بال انا وين نلقاها فيكتور 2 هذه الويلد بال هنا position combine trim vectors نقول له ويلد راح يلحمنا اياها كلها. اوكي بس هذا جزء احنا ما نحتاجه. هذا صار عندنا القياس الخارجي. طيب هسه هذه صارت واضحه اول قطعه بالنسبه لنا. هسه نجي القطعه الثانيه راح نرسمها فوق هذه القطعه. خلي هذه نسوي لها جروب كنترول جي وراح نروح نرسم القطعه الثانيه اللي هي عباره عن يعني مثل الشريط كانه متكون. فراح نرسم شكل بيضوي راح نرسم شكل بيضوي وراح نستفيد من الأبعاد اللي موجودة عندنا. طيب لنفرض أنه هذا الشكل البيضوي اللي صار اللي راح نستعمله يعني أوكي خلينا نعتبره صح. وراح نرسم نسوي له أوفسيت خارجي طبعا هذا نسوي أيضا بالسنتر 0 0 صفر يعني صفر لكن هنا نسوي 190 ناقص 190. اوكي ابلاي. طيب وراح نجي هسه نسوي له اوفسيت خارجي اللي هي موجوده ايضا بال هذا الاوفسيت ونقول له اطلع لنا للخارج 20 مليم للخارج اوفسيت. اوكي هذا راح يكون عندنا الشكل البيضاوي اللي راح نشتغل عليه. طيب هسه راح نجي حتى نعرف يعني القياس اللي راح يصير عندنا احنا لازم نرسم لنا نرسم يعني شكل الداخلي ايضا باعتبار انه احنا راح نقتطع هذا الجزء يعني هذا مو كله راح نستفيد منه راح نقتطع من هذا الجزء. فنرسم خط هذا الخط افقي خط لاعلى التعيين. اوكي ونجي على الترانسفير ونقول له 0 0 ولا ابلاي حاول انه يقلب من المنتصف. فبعد بهذه الحاله بعد ما راح نحتاج هذا الجزء السفلي من الشكل البيضاوي. طيب راح نجي على الترم وراح نمسح هذه الاجزاء اللي ما نحتاجها. اوكي هذا الخط بعد ايضا ما نحتاجه احنا هذا الخط ايضا ما نحتاجه. اوكي هسه راح نجي هذه هذا الشكل وهذا الشكل راح نقلبه ايضا نسويه بالمرر مثل ما سوينا المره اللي فاتت اللي هي موجوده هذا المرر. طيب نجي هنا نعكسه ونعكس هذا الثاني ايضا وطبعا ويا كوبي. طيب هذا صار الشكل اللي راح يكون هو الشكل اللي راح يكون الحامل للقطعة. طيب هسه راح نجي نسوي هذه الوردة الثانية اللي هي احنا ممكن نجيب صورتها بسهولة بيتماب لود لاير اللي هي موجودة ايضا بالسي ان سي واللي هي هذه. هسه اذا انت ما تقدر ترسم اذا انت يعني تحب تستنسخ فهذه موجوده قدامنا نقدر نستنسخها ببساطه.
نرسم نص وحدة ونحولها كلها إلى Node Editing، نسوي لها كلها، نسوي لها S. وتكون صارت يعني عندنا جاهزة، يعني ممكن تعديل بسيط أو حتى إذا ما تحتاج تعديل أوكي لا بأس بها. طيب هسه هذه نفسها نخلص منها، ناخذها إلى الأعلى ونكبرها. نكبرها أيضا. وأيضا نسوي لها مرر. نسوي لها مرر with copy للجانب هذا، وهاي الاثنين نختارهم، وأيضا نروح على الترانسفير، وذولا كنترول جي نسوي لهم جروب وحدة، ونقول له يعني وسط لنا اياهم هنا صفر نسويها وابلاي، صارت بالمنتصف. طيب هذه الورده، وهسه ممكن ايضا نسوي لنا يعني ممكن اغصان، او حتى ممكن انه نختار اي شكل، شكل يعني زهره ممكن نخليها. طيب خلينا نكمل الرسم، نسوي شكل ايضا بيضاوي. هذا هو الشكل البيضاوي الأول، وأيضا نكرره، طبعا أيضا هذا صفر، apply أوكي، وأيضا ناخذ الأوفسيت للداخل، هذا الأوفسيت اللي للداخل، أوفسيت للداخل نقول له 10 لنفرض، offset 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 اوكي. نصعد هذه الاثنين اللي فوق الى الاعلى بالضبط، هيك نسويهم. طيب نشوف الابعاد الاتجاهات مالتها صفر، كلها لازم الاكس صفر. طيب هسه نرسم خط، خط بسيط ونبدي نسوي ترم للأشياء اللي احنا ما محتاجينها، يعني هذه مثلا، هذه هذا الخط الزايد وهذا الخط الزايد. طيب هذه ما محتاجينها، هذه أيضا ما محتاجينها. نرجع على الترم ونقول له هذه كلها ما محتاجها. طيب هذا راح يكون هذا الشكل، وهذا ممكن ايضا ان يعني نعدل عليه، نضيف بعض يعني برسومات ثانيه، ممكن هذه الفتحات أيضا نسويها، ونكون جاهزين. هسه احنا هسه راح نجمع بين هاي الفيكتورات كلها اللي سويناها، اللي هو أيضا فيكتور و هذه مجموعة الفيكتورات. راح يقول لنا احنا كان عندنا 15 فيكتور، راح أجمعها إلى 3، نقول له أوكي. هنشوف هذه زائدا هذه زائدا هذه وهذه، قال هاي اربع فيكتورات راح نجمعها بواحد اوكي. وهنا عندنا هذا الخط ناقص، نكمله الخط، نكمله من هاي النقطة الى هذه النقطة اوكي، ونقول له هذه هذا الخط وهذا الخط و كل هذولا زائدا هذا زائدا هذا
زائدا هذا 5 فيكتورات في واحد. أوكي، صار عندنا هسه هذا الفيكتور جاهز للتقطيع. طبعا الصورة احنا ما نحتاجها. وهذا كان يعني هذا الجزء وهذا الجزء، نجمعهم كلهم على جانب قدر الإمكان، وهذا الجزء أيضا نسحبه على جانب ثاني. هسه إذا ما كفت الصورة يعني نحاول أنه يعني نعدل قدر الإمكان بها. طبعا هذه تتركب، يعني هذه القطعة الدائرية تدخل بداخله بصورة عمودية، بعدين تنفر للجانب وتأخذ هي القياس، يعني هي راح تقعد مباشرة، يعني من تقعد من هذه الحافة والحافة المقابلة لها بالضبط هذه الطريقة. طيب هذه راح تحتاج يعني خلينا نصغر الحجم كله، خلينا نصغره لدرجة أنه يعني ممكن يكون فت للصورة، يعني حتى الماكينة تقدر تشتغل عليها. هذا الحجم كله نقول له هنا الحجم صار عندنا، احنا عندنا قياس 60 في 40، فخلي نقول له هذه 40 وهي راح يعني يكمل لنا اياها مباشرة. خلي نشوف 400 العفو وليس 40، 400 400 مليم. خلي نشوف ايش راح يسوي لنا. نعم هذا الحجم. هسه اذا 400 همة كبيرة، خلي نقول 380. اوكي اوكي طيب هذا اصبح جاهز. هسه ممكن نشتغله على الراوتر او على يعني ممكن على الليزر ماشين. طبعا هنا انا ممكن تخلي بعض الشغلات، ممكن تخلي ايضا فتحه لتعليق الحبل او الخيط، ممكن ايضا تخلي نقشات جانبيه ثانيه، يعني هذا الشيء متروك لك، يعني ماكو في التحديدات. يعني ممكن نخلي هنا نجمة على سبيل المثال. نعم مثلا هذه النجمة، وننقلها أكثر من مكان، ندوس كنترول ننقلها هنا وننقلها أيضا هنا حتى تصير تعليق من عندها، وهنا أيضا وهنا. أو نكتب كتابة، ممكن نكتب يعني رمضان سعيد، نهار مبارك، يعني ممكن تسوي أي تشكيلة أنت تعجبك. يعني هذا درس اليوم، أتمنى يكون يعني مفيد وبسيط جدا. الملفات راح تكون أيضا موجودة عندكم على ArtCam 18 و11، وأيضا يعني ممكن ريليف إذا تحبون تسووها، هو راح يكون 2D بروفايل. وهذا كله البروفايل. اوكي هذا سيلكتد بروفايل، نقول له اوتسايد سيلكتد فيكتور، ونقول له الماتيريال اذا كانت الماتيريال مالتنا نسويها يعني فرضا 4 مليم. اوكي وراح يكون هنا بهذه الحاله فينيش ديب 4. راح نختار التول 3، وراح نقول له كالكوليت. اوكي ماكو مشكلة. طيب بروفايل نفذ لنا اياه. طيب نجي على البروجكت. طيب البروجكت طيب تول باث، تول باث سيموليت، تول باث. نعم وهذا يكون الشكل والشغل ماكينة 40 60. هذه يعني حلوة يعني بصراحة، وتنفع ممكن حتى تتقدم ك يعني هدية مع الزهرة اللي موجودة بيها. أتمنى يكون الدرس مفيد لهذا اليوم. شكرا جزيلا، لا تنسوا الاشتراك حتى توصلكم الفيديوهات تباعا.